معرفش معرفش يا بنتي، بقولك ما سبتلوش فرصة يتكلم معايا، سبته ومشيت. لما روحت لقيته عامل لي اد على الفيسبوك وفولو انستجرام وهريني مسجات من ساعتها. ايه اللي كل واحد فيهم؟ بابا كلميني. في ايه يا بابا؟ في ايه؟ كلميني دلوقتي، انا مش فاهم. كلميني صاحبتي يا بابا. طب وديني صاحبتك دي. هادي. الو. ايوه ازاي حضرتك يا عمو؟ حبيبتي ازاي صحيتك؟ ليه يا حبيبتي قاعدين تذاكروا بالليل كده بقى؟ ما تناموا عشان ترتاحوا الصبح؟ ما انا كنت براجع معاها بس جزء بسيط كده عشان عندنا امتحان الصبح. طيب خلاص اسيبكم تكملوا بقى. لا ما احنا خلاص خلصنا يا عمو، تصبح على خير. يخرب بيتك كل دي خضه، مصيبه لا يكون سامعها وهي بتتكلم على الواد. اسمها ايه بقى صديقتي دي؟ شيماء يا بابا. شيماء، طب خلاص سمعت وفهمت انه مفيش حاجه، اعمل ايه؟ ممكن امشي بقى ولا ايه؟ بابا حضرتك كنت بتشك في اخلاقي. لا مش بشك في اخلاقك، بلاش هبل، ما تصعديش الموضوع. انا بس حبيبتي انا بخاف عليكم، انا واثق في اخلاقك، بس ممكن الطيش بقى عشان ما احنا كنا صغيرين برضو. ده انا كنت في البيت ده برضو بكلم امك قبل ما خلاص بقى فوتيها بقى. خليك جدع. طمنت يعني؟ قاعد طمنت. الحين بيبقى عايز تشوف الواتساب. خلاص يا رجل. لا شوف الواتساب. لا خلاص شكرا. فتشني فتش خلاص بقى. باي باي. انت جيت يا عبد الله؟ لا يا حبيبتي لسه ما جيتش، كملي نوم. شكلك بوظت الدنيا وخربت الدنيا وطيرت الفلوس اللي كانت نزلنا من السما. لا يا حبيبتي ما طيرتش اي حاجه، اتفضلي يا ست اهو. اتفضلي الفلوس اللي انت قلقان عليها، اتفضلي. ايه ده؟ اتفضلي. بس الفلوس دي يا حبيبتي ما جاتش من السما ولا حاجه، دي جايه من جهنم. استغفر الله، استغفر الله العظيم، جايه لعنه عشان تخرب عليا.